لا يكتمل ريوق العراقي إلا مع كاهي وقيمر. ما جوز أنا يمي العيون السود ما جوز أنا وخدك القمر أنا تريق منها. اليوم موجودين بأحد مطاعم الكاهي في البصرة عند الشباب إن شاء الله عليهم قاعد يأكلون. السلام عليكم. بالعافية شباب. بالعافية شباب. شو الكاهي؟ والله شيء ما ينوصف يعني. طبعا الصدفة الصدفة لقينا أحد الشباب الكويتيين من الكويت. نعم. حب قلبي. الله يخليك. كلمنا على البصرة شارك فيها. البصرة أطيب ناس. ايه؟ أنا أنصح إخواننا بالكويتيون ويشوفون أهل البصرة يحرجونكم طيبهم صراحة. إن الناس تخايفين وإن متخوف. لا 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 الأمور طيبة. كل من فاتلك بيبان بيته ويقول لك حياك وتعال معانا تقدم معانا تعشى معانا. والله لليوم حتى اللي مخردينه ومصرفينه. ايه؟ ما صرفناه من طيب هالناس هذه. يعني ما شاء الله كل ما بشارع سكة شهوني حط عن الكويت ويتكلم كويتي. حياك عندنا. حياك عندنا. حياك. إيه؟ أزموكي والله العظيم وجبون. انت حق شنو الحين؟ حق الكاهي والجيمر. الجيمر ما يحتاج. شلون فيه؟ والله يا اخوي انا كنت طول عمري دايت بس هذا ثلاث ايام هذا ريوقنا كل يوم. شلون الحياه مع والله الحمد لله رب العالمين الامور طيبه صراحه. البطوله حلوه، التجمعات حلوه، ما توقعت تكون بهالشيء المرتب هذا. رحت شط العرب؟ اي والله رحت شط العرب. شلون الاحتفالات هناك؟ الاحتفالات مع حتى اذا كويتي دخلوك الكورنيش مع انهم مسكرين الشارع على الناس ترى. اي والله العظيم. لا الامور طيبه، الامور طيبه فوق ما ينوصف، ما ينوصف الامور، ما تنوصف. الحين يبي كاهي وجيمر. جيمر. يلا فوق كاهي وجيمر. على اذنك واكل، على اذنكم. بسم الله. كاهي. فوق الجاموس. اي حليب الجاموس، انا بالعراق عندنا بالعاميه يسموه حليب دواب. وشلون طريقه الشغل على هذا الجيمر؟ يعني طريقة التصنيع لو البيع. التصنيعي. التصنيع هذا يتفور الحليب. نعم. يعني يسخن وبعدين يتخلى على ثلج. ايه. يبرد يشيلون الطبقات شيء ورا شيء. ايه. ويتصفط. تريد هالشكل ملفوف. ايه؟ او يتصفط بمواعين اصغر من هذا الشيء. اها. هاي طريقة الصناعة مالته. ايه. والجيمر ريوق عراقي اصيل. اصيل طبعا. ايه. مستحيل يا جماعة. ريوق عراقي نقر جيمر. بسم الله. يا جماعة عمري ما أكلت جيمر هالحلاوة هذه. عبارة عن سكر مع جيمر، شلون أنا عارف؟ سبحان الله شيء عجيب. هذا الكاهي. طبعا الكاهي عبارة عن يعني مثل المخبوز، مخبوزات يعني بالفرن وكذا، ويكون ناشف شوية وعليه عسل أو يعني شيرة حسب اللي انت تحب. يحطون عليه فوق الجيمر. وعليكم وعلينا بألف عافية. عم سوي رجيم. لا يكتمل ريوق العراقي إلا مع كاهي وجيمر.